جملها مبادرة لتطوير المباني في 5 مدن سعودية بلمسات المتطوعين والمتطوعات. هدايا الميلاد تنسي الإيطاليين مخاوف الإصابات والوفيات لينفقوا ملايين الدولارات عليها حتى مع كورونا. هواجس كورونا تسيطر على أجواء الاحتفال بعيد الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائية مشددة. مخاوف دولية تسببها سلالة جديدة من كورونا، فما الذي نعرفه عن هذه السلالة؟ الإجابة ضمن فقرتنا الطبية. ومن بين مواضيع الصباح أيضاً، بين الحقيقة والإشاعة، كيف تحارب منصات الإنترنت ما ينشر عليها من معلومات مزيفة؟ الإجابة مع عبد الله السبع في فقرة التقنية. ماذا قدمت السينما خلال عام 2020 من أفلام وأعمال قوية رغم الوباء؟ نتعرف على أبرزها في فقرة السينما. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. صانع الأعواد الشهير موريس شحاتة يكشف لصباح العربية تفاصيل تجربته مع أهم عازفي العالم العربي. نبدأ مع أول مواضيع صباح العربية في حلقة اليوم، ومع هذه المبادرة المميزة جملها، مبادرة تطوعية تستهدف تطوير المباني في 5 مدن سعودية بهدف إضافة الطابع الجمالي عبر مشاركة المتطوعين والمتطوعات في عدد من مهام الترميم والتحسين. للمزيد حول الموضوع يعني زودنا مراسلنا علي اللغبي من الدمام بكل هذه التفاصيل، نتابع. الانتماء والعطاء سمات تجلت في مبادرة جملها لترميم وتطوير المباني للأسر الأشد احتياجاً لتكون شاهدة على شغف شباب وشابات المنطقة الشرقية بالتطوع. مبادرة جملها التي تستهدف ترميم بيوت الأسر الأشد احتياجاً تتضمن عدد من المساهمات، منها ترميم الأسطح والجدران وطلاء والسباكة والكهرباء، إضافة إلى التشجير وتجميل المنازل. هذا المكان في أحد أحياء مدينة الدمام حوله المتطوعون إلى لوحة إبداعية أحيتها الألوان جمالاً. يتم تحديد الفرص التطوعية في كل منزل واستقطاب المتطوعين المناسبين سواء في الجانب الهندسي أو الجانب الفني أو الجانب الإداري. اليوم أنا تطوعت في قسم البوية والصبغ في أحد المنازل مستفيدين، الحمد لله كانت تجربة ممتعة جدا، بيئة عمل ممتازة. جملها مبادرة تطوعية تستهدف تطوير المباني في 5 مدن سعودية بهدف إضافة الطابع الجمالي وتحقيقا لأهداف برنامج جودة الحياة، أحد أهم مستهدفات رؤية 2030. من الدمام، علي اللغبي، العربية. تقدم
تقام مشاهدينا احتفالات أعياد الميلاد هذا العام في بيت لحم بشكل يختلف عن العادة، حيث تسيطر هواجيس فيروس كورونا على المحتفلين، وستقتصر الصلوات في كنيسة المهد على رجال الدين فقط، فيما سيحتفل الناس في ساحة الكنيسة ضمن إجراءات الوقاية فقط وبأعداد محدودة. نتابع. عشية أعياد الميلاد حضر كل شيء وغابت البهجة والاحتفالات في مهد المسيح مدينة بيت لحم. في مثل هذا التوقيت من كل عام يتوافد مئات آلاف السياح والحجاج والزوار إلى ساحة كنيسة المهد، لكنها اليوم تبدو خاوية بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. إذا نود أن نقارن هذا العام بالأعوام السابقة، نعم هناك اختلاف كبير، وبسبب جائحة كورونا، فبالتالي تم اختصار بعض الفعاليات التي تنظم من بلدية بيت لحم، والفعاليات التي قمنا بتنظيمها كان هناك إجراءات وبروتوكولات صحية. 70% من سكان بيت لحم يعتمدون بشكل كلي على السياحة وتحديداً الدينية منها، لكنهم هذا العام فقدوا مصدر دخلهم لشح الزوار، حتى أن المحال التجارية داخل الساحة ما تزال مغلقة. أنا من جيلي ما عمرنا عشنا هاي الظروف اللي عم نعيشها، طبعاً مرينا بحروب انتفاضات ما كانت تأثر بهذا الشكل السلبي مثل ما أثرت علينا. يعني بتقدر تحكي من 5 أذار مدينة بيت لحم شبه مدينة أشباح، طبعا لأن السواح هم اللي بزينوها، للأسف ما في سياحة، ما في حركة اقتصاديا، بيت لحم منهارت. لاحتفالات جماهيرية هذا العام، وفرق الكشافة ستعزف بدون حضور، وصلوات تقيدها إجراءات الوقاية من كورونا، ففي بيت لحم زينة بالاحتفالات. منذ 9 أشهر ومدينة بيت لحم تعاني من آثار ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها، لكنها في احتفالات أعياد الميلاد تدفع ثمن الإجراءات الوقائية إلى حد انعدام البهجة، وكأن الميلاد هذا العام أتى بلا عيد. من ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، خالد القاسم، العربية. ونتابع معكم فقرات صباح العربية، حيث كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه تم التعرف على سلالة جديدة أخرى لفيروس كورونا، مصدرها هذه المرة جنوب إفريقيا، وقال إنه يجب عزل جميع المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا في الأسبوعين الماضيين على الفور، وأيضا لمخالطيهم، بل وفرض المزيد من القيود على مناطق في مستويات تصنيف مختلفة. مصابان اثنان بسلالة جديدة ثانية لكورونا نشأت في جنوب إفريقيا في حجر صحي ومن خلطوهم فيروس متحور، وصفه وزير الصحة بأنه أكثر عدوا من السلالة الأولى. هذه السلالة الجديدة الثانية للفيروس مثيرة للقلق لأنها أكثر قابلية للانتقال، ويبدو أن الفيروس تحور أكثر من السلالة الأولى التي اكتشفناها هنا في المملكة المتحدة، وقد اتخذنا عدة إجراءات. أولا عزل الحالات وكل من له تواصل مباشر معها هنا. ثانيا فرضنا حظرا للسفر من جنوب أفريقيا. وفي ضوء اكتشاف هذه السلالة الثانية، أي شخص في المملكة المتحدة كان في جنوب إفريقيا في الأسبوعين الماضيين أو من كان على مقربة من شخص جنوب إفريقي وجب عليه الدخول في حجر صحي فورا لحصر هذا الفيروس المتحور السريع الانتشار. السلالة الأولى التي اكتشفناها في المملكة المتحدة مختلفة عن سلالة جنوب أفريقيا، فهناك طفرات جينية مختلفة وكلاهما ينتقلان بسهولة. مع انتشار الفيروس وتسجيل أعلى حالات الإصابة اليومية في بريطانيا بأكثر من 39,000 إصابة ووفاة أكثر من 700 شخص، فرضت سلطات الصحة قيودا إضافية لاحتواء هذه الجائحة، وتظل مساعي محاربتها مستمرة ولا مؤشر على تراجعها، رغم أن اللقاحات المتوفرة ستكون فعالة ضد الفيروس المتغير وفق العلماء. مصطفى زارو، العربية، لندن.
للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنغهام ترينت. أهلا بك معنا صباح الخير. ويمكن يعني تزداد المخاوف حول العالم بسبب هذه السلالات وبسبب يعني طفرات جينية متحورة. نريد أن نفهم منك دكتور المزيد من المعلومات حول هذه السلالات. هل نحن نواجه سلالتين أم سلالة واحدة؟ هل هو أكثر شراسة أم هو أكثر انتشارا؟ صباح الخير عليكم جميعا، أهلا وسهلا بكم مشاهدي العربي. أهلا بك. الحقيقة احنا بنواجه فيروس شرس متحور، وكل يوم هتلاقي ممكن سلالة جديدة من هذه الشراسة نتيجة طفرات جينية بيحاول الفيروس ان هو يبقي نفسه على الساحة. وآخر سلالة اللي ظهرت في جنوب أفريقيا تعتبر متولدة من السلالة اللي كانت موجودة في إنجلترا وظهر أنها أكثر انتشاراً. بينما السلالة اللي قدمت من جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة في خلال الأيام القليلة السابقة كانت تحورت أكثر وكونت طفرات جينية أكثر. فإحنا بنحاول دلوقتي نفهم هل هذه السلالات سريعة التحور ولا لا، وفي نفس الوقت عايزين نشوف ما هو مؤكد ان سرعة انتشارها اكتر من اللي كانت مكتشفة قبلها باسبوع واحد او اسبوعين في انجلترا، وده بيعمل نوع من انواع المخاوف عند الحكومات. ولذلك هي اوقفت الطيران ما بين جنوب افريقيا وما بين المملكة المتحدة، وبدأت في عمل إجراءات احترازية مشددة على أي شخص يكون توفر عنه أنه هو يكون اختلط مع أحد في إنجلترا أو في المملكة المتحدة من هذه السلالة. طيب دكتور، يعني من خبرتك في عالم الأوبئة، هل هذا الأمر طبيعي أن يكون هناك تمحورات لأي فيروس، ولا لأننا إحنا مركزين مع كورونا وخايفين من كورونا فجالسين الحين نتابع كل الأخبار بخوف وقلق كبير جدا؟ هو طبيعة الحال طبعا، لأن احنا مركزين مع كورونا وهو سبب في ان احنا اغلبنا قاعد في المنزل الان، وفي اعياد الميلاد اللي المفروض كل الناس كلها في بيتها من شوبينج وبتتزور، everybody كل واحد قاعد في بيته وقفل على نفسه بس وممنوع التزور. ما هو الطبيعي يعني في عالم الأوبئة تمحور هذه الفيروسات؟ هل يعتبر مصدر قلق؟ هل يعني مؤشرات الـ 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 أحب أطمن حضرتك إن الفيروس الكورونا من يعني من الفيروسات ليست سريعة التحور كما نعتقد. هناك من هو يتحور أكثر منه سرعة وأكثر منه شراسة زي الإنفلونزا وغيرها يعني. فإحنا مش قلقانين من هذا ان هو كل يوم هيقابلنا بتحور جديد، لكن القلق في ان هو يكون عندنا سلالة جديدة تكون بالإضافة لانها سريعة الانتشار تكون اشد مرضا للناس وللبني آدمين بصفة عامة. طيب دكتور، هناك العديد من الاستفسارات حول هذا الموضوع، خلينا يعني نركز أو نسلط الضوء عليها. خلينا نركز واحدة واحدة، يعني واحدة واحدة عشان احنا نفهم والناس كمان تفهم التفاصيل ونخفف من القلق والتوتر. الأعراض التي تظهر من خلال هذه السلالة الجديدة، هل من أعراض جديدة؟ يقال أنه في فقدان للذاكرة، هل هذا صحيح أم لا؟ يعني يقال أن مثلا أنه يعني قد يؤثر على الأطفال بشكل كبير أكثر من كورونا نفسها، ما هي صحة المعلومات؟ التطور الجديد اللي حدث في الطفرات الجينية للسلالات الجديدة أكدت أنها ممكن تنتشر إلى الأعمار الأقل زي ما بتنتشر في الأعمار الأكثر، بقى في نوع من نوع التساوي بل في أفضلية لأنها تنتشر عند صغار السن. والمقصود بصغار السن الناس اللي هم في teenagers اللي هم الشباب يعني مراهقين. النقطة الثانية هي ما بتعملش مرض يعني في أعراض مرضية أشد، هو نفس الأعراض المرضية اللي احنا كنا بنشوفها في السلالة القديمة موجود في السلالات الجديدة. إنما ما بتسببش أي نوع من أنواع المضاعفات أكثر زي اللي حضرتك بتقولي عليه اللي هو فقدان الذاكرة أو الشيء ده. الشيء اللي ظهر بعد ما الكوفيد بقى ضيف ثقيل في بيوتنا مدة طويلة ناو، إن
ان الكوفيد 19 بيسبب حاجه اسمها لونج كوفيد، او بعض نسبه من المرضى ممكن يبقى معهم اعراض لتاثير الفيروس مده اطول، ممكن يكون منها بعض الاعراض في الجهاز العصبي زي فقدان الذاكره او التعب الشديد لما يعمل اي مجهود عادي، ودي طريقه للعلاج وممكن ان هو يتم التعامل معه. لكن انا مش قلقان عليه على الامراض، أنا الآن عليه على سرعة الانتشار وإنه ما عادش بيفضل الكبار السن، ده بينتشر في كبار السن وصغار السن. مو مشكلة، إحنا تعودنا على الحيطة والحذر وحشرة البيت، يعني صرنا متعودين شبه متعودين. ربنا يشفي عننا يا رب. لكن ماذا عن اللقاح دكتور؟ يعني هل اللقاح يعني ممكن إنه فعلا يحمي من تمحورات السلالات الجديدة؟ هل هو آمن؟ هل ممكن يرجعوا يدرسوا موضوع اللقاح من أول وجديد، يطوروا فيه، غيروا فيه؟ والله هو اللقاح بصفة عامة، اللقاحات اللي موجودة بأنواعها المختلفة ستستطيع أنها تقاوم المرض وتلقح الناس اللي بالطعام. وحب أطمنهم أن اللقاحات اللي موجودة الآن واعتمدتها الدول واعتمدتها هيئة الدواء البريطانية أو سواء في الإمارات والدول العربية بتوعنا هي أصلاً إفكتيف في كل أو أما يعني هتكون إفكتيف في كل أنواع السلالات اللي موجودة إن شاء الله بإذن الله. لأن إحنا تم حسبانها في تركيبة اللقاح. حكاية إن إحنا نعمل كل يوم لقاح جديد، إحنا نستطيع دلوقتي بالتكنولوجيا الجديدة إن إحنا نعمل صحيح لقاحات جديدة في خلال 6 أسابيع أو 8 أسابيع. لكن المشكلة إن أنت عندك بقى أكثر من سلالة، ما أنتش عارف، ممكن تكون في الدولة نفسها أكثر من 10 سلالات أو 20 سلالة بعض منها. فإحنا الكلام ده تم حسبانه في تركيبات اللقاحات. أيوة. وأغلب اللقاحات إن شاء الله سوف تكون كافية لتطعيم المواطنين بشكل كامل. فلا داعي للقلق من هذا الموضوع ولا داعي للهلع، لأن الناس لما هتلاقي كده يقول لك طب أنا أخذ ليه التطعيم إذا كان ممكن يطلع لي سلالة بكرة أو لان انت هتاخد التطعيم وبعد اسبوع ممكن يطلع سلاله اخرى كمان. اي المانيا دكتور ذكرت ان اللقاح التي قامت بصنعه شركه المصنعه اكدت انه يمكن الاعتماد عليه في السلاله الجديده، وحنشوف القادم حيبين كل حاجه وتفاصيلها تظهر. ولكن دكتور يعني هل يمكن للشخص، سؤالي من شقين، اول شق يعني هذا الفيروس كيف يتحور؟ ما هو الشكل الذي يأخذه كخصائص لهذا الفيروس؟ والشق الثاني دكتور، هل يمكن للمريض أن يأخذ لقاحين مختلفين؟ السؤال ده بيتكرر كثيرا. أولا الفيروس الفيروس بصفة عامة بيتحور علشان يزداد من قدرته على الانفكتيفيتي أو الدخول داخل الخلايا، وبالتالي أكتر حتة بتتغير في المنطقة اللي بيستطيع فيها زي اليد بتاعته اللي بتلتصق بالخلية. ده في أكتر من مؤكدة، يعني أكتر من 20 طفرة جينية حصلت في هذه اليد، لذلك أصبح أكثر قدرة السلالات المتولدة الجديدة أنها تلتصق بالخلية، وهي دي بتيجي منها الانفكتيفيتي. الشيء المقلق بالنسبة لنا اللي هو ما احناش عارفين هل هو ده سبب زيادة عدد الفيروسات اللي بنلاقيه في حلق البني آدم أو زور البني آدم، وبالتالي هو عنده overload أو مثلا بسموه viral load، كمية كبيرة من الفيروسات في زوره، فالواحد ممكن يعدي عدد أكبر من الناس. أما من ناحية حضرتك السؤال الثاني، كان حضرتك بتركزي على سؤال ثاني إنه زي يعني نقدر ناخد لقاحين مختلفين، يعني أقدر أخد الأمريكي مع الصيني، أقدر أخد الروسي مع الصيني، جمع ما بين اللقاحات. أولا اللقاحات بتأخذ بجرعة مرتبة حسب وزن البني آدم وعمره، يعني مش أي واحد ممكن ياخد اللقاح ويقول أنا عايز اللقاح ده مع اللقاح ده وكده يعني. الحقيقة إن إحنا بعد ما ناخد اللقاح، إذا كان اللقاح كون المناعة المناسبة لهذا الشخص، ممكن إن إحنا نقدر بعد كده نكتفي بهذا القدر زي ما بيقولوا. لكن زي ما قلنا إن لو اديتنا اللقاح ممكن لعشرة من المواطنين، ممكن واحد أو اثنين
تتأخر عندهم حدوث التطعيم أو نسبة التطعيم أو التلقيح ما تديش الفعالية بتاعتها، فأنا أضطر أن أنا أديله نوع آخر، مش هنتظر بقى أن أنا أديله نفس النوع. واضح. يعني نعم. ده اللي أقصده بأنه هو ممكن ياخد أكثر من واحد. نعم. أنا اللي فهمته من كلامك أنه ممكن نسمع في الأيام القادمة فعلا تمحورات بدول عديدة، وممكن يكون 10 تمحورات في دولة واحدة. دكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنغهام ترينت من لندن، شكرا لك. تحدى الإيطاليون فيروس كورونا، ولم يستطع الفيروس بويلاته أن يمنعهم عن ممارسة عاداتهم وتقاليدهم في شراء هدايا عيد الميلاد قبل التعرض لإغلاق جديد. هدايا بقيمة 70 مليار دولار تقربا للأهل والأصدقاء في كل عيد، حتى في زمن وباء كورونا، كما يقول رفعت النجار في هذا التقرير من روما. نتابع. ما أن اقتربت أعياد الميلاد حتى ملأ الإيطاليون شوارع روما والمدن الكبرى، وتزاحموا أمام المتاجر بحثا عن هدايا توضع حول شجرة عيد الميلاد، هدايا أنستهم مخاوف الإصابات والوفيات الموغلة في الارتفاع، وانشغلوا في المفاضلة بين حلوى البنتوني والبندورو في سلال هدايا الأهل والأصدقاء. حول البنتوني تتجمع العائلات كل عيد، وخصوصا في فترة صعبة كالتي نعيشها الآن، فهذا دليل على وحدتنا. مئات الهدايا في عام وباء كورونا الذي أغلق المتاجر وقيد التجمعات وضرب دخول آلاف المواطنين، فضاقت إمكانات الشراء وقل الإنفاق على هدايا هذا العيد إلى 7 مليارات يورو مقابل 9 مليارات العام الماضي. تعرضنا للإغلاق لأيام طويلة، أضرتنا كثيرا ولا نجد أي منعطف بالنسبة للمستقبل، ونأمل أن تسير الأمور مستقبلا على نحو أفضل. وبرغم الفيروس تبقى الملابس والأحذية والإكسسوارات الأكثر رغبة كهدايا، وبعدها على التوالي الكتب والمجلات ولعب الأطفال والعطور وأدوات التجميل والمنتجات الغذائية والهواتف المحمولة، لكن الإنفاق سيقل 18% ولن يتخطى مقدور كل شخص في المتوسط عن 300 يورو لشراء هدايا. إن أفضل هدية يمكن أن تقدمها لأسرتك هي محبتك لها. عادات تبادل هدايا عيد الميلاد في ظل فيروس كورونا تغلبت عند الإيطاليين على كل محاذير الإصابات وحالات الموت المفجعة، فإيطاليا من بين الأعلى في العالم في نسبة الوفيات، لكن إزاء هدايا عيد الميلاد يقول الإيطاليون المشترون ولو فنينتي. رفعة النجار، العربية، روما. أهلا بكم مشاهدينا إلى بداية ساعتنا الثانية من صباح العربية. السينما وشركات الإنتاج الضخمة هذا العام كباقي القطاعات الترفيهية شهدت ضررا كبيرا، وايضا يمكن واجهت عزوف جدا كبير جراء جراء انتشار فيروس كورونا. انتجت عددا من الاعمال البارزه المرتقبه، لكن ايراداتها دائما خجوله، لتشهد بدورها افلام المنصات او بدورها افلام المنصات العالميه اقبالا كبيرا ونجاحا واسعا. نتعرف الان في جوله سريعه على ابرز ما شهدته السينما من اعمال تحدت كورونا وحققت اعجاب النقاد ورضا الجماهير خلال عام 2020. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من الرياض عبر سكايب راكان الشايع، مدون سينمائي. أهلا بك معنا من جديد راكان في صباح العربية، وبنتحدث اليوم عن السينما، كيف تضررت من تبعات فيروس كورونا في 2020، وأيضا هل نشهد هذا التراجع في عدد الأفلام أم في إيرادات الأفلام؟ اهلا وسهلا مروه، صباح الخير. مروه صباح الخير احلام، وصباح الخير لكل المشاهدين والمشاهدات. بكل تاكيد هذه السنه كانت سنه سيئه سينمائيا، وسيئه يعني على عده اصعده مش فقط على السينما. 2020 تفائلنا ان تكون سنه يعني سنه جديده مليئه يعني بالانجازات، ولكن تفاجأنا صراحه بفيروس عطل اشياء كثيره من بينها السينما. اي نعم، هذه السنه ما كان فيها عدد من الافلام اللي عرضت في دور السينما، الأمر اللي يعني رفع من أسهم
منصات العرض الرقمي سواء كانت نتفليكس، أمازون برايم، أبل تي في بلس، إتش بي أو ماكس، إلى آخره، يعني من المنصات اللي استغلت هذه الفترة وعرضت أعمالها واستقطبت بعض الأعمال اللي كان من المفترض أنها تعرض بالسينما وعرضتها عندها في المنصة. لعل من أهم الأفلام اللي عرضت هذه السنة، أنا أتكلم كاسم كبير، فمن أسماء المخرجين فكريستوفر نولان واحد من أكبر الأسماء صراحة، راهن على فيلم تينت وعرض فيلم تينت في هذه السنة بعد تأجيلات كثيرة صراحة، وكان يعني القرار مفاجئ للجميع، وكنا نتأمل أنه عودة الأفلام للسينما تكون مع يعني هذا القرار الشجاع اللي اتخذه كريستوفر نولان. تينت واحدة من أفلام هذه السنة، مش أفضل فيلم لكريستوفر نولان، ولكن يعتبر واحدة أو واحد من أفلام السنة الجيدة على الأقل. جميل. يعني أنا بصراحة ما تابعت سينما هذه السنة، وفعلا يمكن متابعتي زي غيري، زي ما أنت قلت كانت المنصات الرقمية هي الأبرز. أنت مشاهداتك المنصات الرقمية برضو كان في بينهم تنافس up and downs. شفنا مثلا السعودية برزت بأفلامها على المنصات، ما كانت من قبل نشيطة بهذا الشكل. ملاحظاتك السريعة، إيش كان الأبرز برضو؟ صراحة من بين الأبرز هذه السنة لما أتكلم عن السينما، ففي فيلم بداية السنة، أو في بعض الأشخاص يحسبونه على سنة 2019، ولكن هو عرض أو أصدر بشكل رسمي في سنة 2020، اللي هو فيلم The Gentleman، فيلم جاي ريتشي وماثيو ماكونهي وشارلي هونم، واحد من أفلام السنة اللي أنا استبشرت يعني خيرا بهذه السنة، ولكن يعني زي ما قلت فاجأنا. أفلام المنصات كانت رائعة جدا صراحة هذه السنة، ورفعت من السقف وعادت لنا هذا الوهج، من بين هذا Trial of the Chicago 7، واحدة من أفضل أفلام هذه السنة بالنسبة لي. السرد في هذا الفيلم رائع جدا. كذلك في فيلم اسمه Sound of Metal، قدم فيه ممثل اسمه ريز أحمد، قدم فيه أداء مبهر وأداء عالي جدا. في عدد من أفلام المنصات كذلك، ولكن يعني زي ما قلنا هذه نظرة سريعة على أفلام المنصات اللي يعني عادت هذا الوهج لنا ولو شوي. لو سلطنا الضوء ركان على Sound of Metal، نقدر نقول كيف تفاعل الجمهور مع هذه الأفلام بما أنه أعاد الجمهور للأفلام الموسيقية؟ Sound of Metal جانب آخر من الموسيقى. أنا ما ودي صراحة أتكلم بالفيلم كثير، خايف أني أحرق، ولكن الفيلم يتبع حياة عازف طبول. هذا الشخص أو هذا العازف يفقد حاسة السمع، فأنت راح تعيش معاناة هذا العازف. عشان كذا أنا أقول ريز أحمد قدم أداء رائع ومبهر وجميل جدا، ووصل لي كل المشاعر اللي المفروض توصلني. أداء يعني حاسس جميل. حاسس أنه ممكن يكون في الأوسكار؟ الأوسكار هذه السنة إلى الآن أصلاً يعني ما إحنا عارفين وش راح يصير، لأنه ما في أفلام كثيرة عرضت. ممكن تكون افتراضياً، كل شيء متوقع. كل شيء متوقع صحيح. الكورونا والجائحة يعني تأثيرها مش فقط على سنة 2020، بل حتى طال سنة 2021. كثير من الأفلام اللي أجل إنتاجها، اللي كان المفروض نشوفها في سنة 2021 ولكن أجل إنتاجها ل 2021، واللي راح نشوفها إن شاء الله في 2022. ولكن لعل أهم الأفلام اللي تم تأجيل عرضها من سنة 2020 إلى سنة 2021 كانت يعني واحد من الأفلام صراحة اللي يعتبر شر البرية ما يضحك، No Time to Die، وآخر فيلم لجيمس بوند، كان مقرر عرضه مع بداية الجائحة، ولكن كان فعلا No Time to Die، فتم تأجيل الفيلم سنة قدام. كذلك فيلم دون تم تأجيله سنة قدام. عدد كبير جدا صراحة، لستة وقائمة طويلة جدا من الأفلام اللي تم تأجيلها من سنة 2020 إلى سنة 2021. طيب ركان، يعني في جزئية جدا مهمة اللي هي الإيرادات، الحين تضررت كثير من شركات أكيد. الإنتاج اللي تعتمد على الأفلام وعلى الإيرادات، فممكن نشوف أنه في شح برضو حيطال 21، لكن استفادة المنصات جالسين نشوف أنهم قاعدين يصرفوا بشكل مبالغ فيه عشان يطلعوا منتج رائع يلفتوا فيه الأنظار، بينما الاشتراكات حقتهم هي ثابتة، فإيش استفادتهم؟ المنصات الآن لما نتكلم عن المنصات، أنا شايف أنه الفترة الماضية صراحة في أسهم ارتفعت لعدد من المنصات بسبب جائحة كورونا. عدد من المنصات مثل HBO Max قرروا يعني، أو Warner Brothers قرروا عرض أفلامهم
على منصة HBO Max تزامنا مع إصدار الفيلم في السينما في سنة 2021. يعني لكن تتخيلي ما بعد الجائحة راح تعرض الأفلام بالتزامن سواء على المنصة أو حتى في السينما. ديزني كذلك راح تعرض أفلامها على منصتها الخاصة. نتفليكس عندها بعض الأفلام اللي مضطرة تعرضها بالسينما عشان ترشح للأوسكار ولكن بالنهاية عندها منصتها الخاصة. طيب يعني يفيدني وفيدك، يعني ما راح يكون في ضرر على حساب الآخر. شكل السينما تغير بالنهاية، يعني حنا قاعدين الإنسان بحالة تطور دائمة، فلابد أنه نعي هذه النقطة أنه حال السينما تغير، وضع السينما تغير. إيه نعم السينما فتحت عندنا قبل كم سنة ولكن حنا متأخرين، يعني توليت. بس المنصات الإلكترونية استفادت ركان من هذا الوقت في الوقت التي يعني الذي تم إغلاق فيه دور السينما في العديد من الدول، ويمكن هي استفادت في هذا الوقت إن الناس كانت قاعدة في البيت وبتتفرج وبتتابع المنصات الإلكترونية. صحيح. وقتنا خلص. بس مانك فيلم السيرة الذاتية، هل في إقبال على متابعة هذا الفيلم بقوة أم لا؟ أنا صراحة ما عندي أرقام من كم عدد مشاهدات هذا الفيلم. تقييمك للفيلم؟ فيلم جميل. شكرا. جميل ويستحق المشاهدة. شكرا جزيلا لك ركان الشايع مدون سينمائي، كنت معنا من الرياض عبر سكايب. ننتقل إلى الموضوع التالي في حلقة اليوم، شبكات التواصل الاجتماعي ومع كل ما تقدمه من ثورة حياتية وحلول إيجابية، ساهمت أيضا في إعطاء مساحة كبيرة لمطلقي الإشاعات ومع ضعف البعض في التقصي بشأن المعلومات والبحث عن مصادرها، وجدت هذه الإشاعات والمعلومات المغلوطة مجالا أكبر في خلق مشاكل بين عالم المستخدمين لتنتشر الإشاعات بشكل أكبر وأسرع من الحقيقة. وللمزيد ينضم إلينا من الرياض عبر سكايب عبدالله السبع مختص في أخبار التقنية. يعني شفنا أنه مواقع التواصل هذه بدأت تدافع عن نفسها وبدأت دائما تبرر في المؤتمرات وفي اللقاءات الصحفية أني أنا أبذل مجهود جدا كبير بتخليصكم من هذه الإشاعات، ليتبين لاحقا أنه من طريق إعلاناتها هي أيضا شريكة بترويج نوع من هذه الإشاعات. فقراءتك السريعة للموضوع عبدالله. أول شيء السلام عليكم، صباح الخير. للأسف من السهل جداً جداً أنه أنت تصنع إشاعة وتروجها في شبكات التواصل الاجتماعية، وللأسف بإمكانك أنه أنت تسوي حسابات تكون داعمة لهذه الإشاعة. محنا بعيدين عن قضية الممرضة اللي طاحت بعد لقاح كورونا وانتشرت إشاعات أنها توفت وشغلات جداً كثيرة عنها في شبكات التواصل الاجتماعية. خلنا نعطيكم إحصائية تقول لك أن أكثر من 50% من الأخبار المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعية هي أخبار غير صحيحة. طبعاً للأسف في منظمات أساساً متواجدة لتحوير الحقائق وتغييرها وتقديمها بطريقة غير صحيحة. صح. على سبيل المثال كان أي شخص تمام انه يمتلك عده حسابات وهذه الحسابات وظيفتها الاساسيه انها تغير الحقائق وتحورها وتعطيك حقيقه مغايره عن الشيء الاساسي اللي موجود. للاسف انه بامكانهم انهم صناعه صور وبامكانهم انهم صناعه مقاطع فيديو وايضا بناء مواقع الكترونيه لدعم هذه المعلومة الخاطئة، لأنه من السهل جدا أنه أنت تغير صورة، من السهل جدا أنك أنت تعدل فيديو، من السهل جدا أنك أنت تسوي موقع وتسميه جريدة معينة أو صحيفة معينة وتنشر الإشاعات من خلالها في شبكات التواصل الاجتماعية، وللأسف الناس تعتبرها كمصادر موثوقة أنه هي تعتمد عليها. احنا بعيدين عن الإشاعات اللي كانت تنشر عن منظمات معينة أو دول معينة في شبكات التواصل الاجتماعية، تلقاهم يأخذون صورة معينة ويغيرون الحقائق وينشرونها في شبكات التواصل الاجتماعية أو مختص الاجتماعية. تقنية معين. واضح أنك مغبون عبدالله. لأنه للأسف إحنا كنا نمر حاليا في جائحة كورونا، وللأسف في إشاعات جدا كبيرة في شبكات التواصل الاجتماعية تخص هذا الموضوع وقاعد تأثر على حياتنا وقاعد تأثر بشكل جدا كبير على المستخدمين. فأنا ماني متخصص طبي فما ودي أتكلم من هذا الجانب، لكنه الناس قاعد تتداول إشاعات غير حقيقية في شبكات التواصل الاجتماعية. هذه الإشاعات راح يكون لها ضرر بشكل غير مباشر
على حياة المستخدمين. يعني أفهم منك عبد الله أنه ممكن عدة حسابات تدار تحت منظومة واحدة ومن السهل فبركة الصور، فبركة فيديوهات ونشرها والعمل على نشرها على نطاق أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها. أين الرقابة؟ كيف يمكن السيطرة على كل هذه الأشياء أو الأدوات المزيفة؟ للأسف يا إنه الموضوع جدا صعب يا مروة، الموضوع جدا صعب بسبب إنه أنا الآن بإمكاني إني أخليك تقولين كلام أنت مو قايلته، وبإمكاني إني أنا أعدل الآن مقطع فيديو لك وخليك تقولين كلام مو قايلته برنامج قيمته ما تتجاوز حتى $10 أو $50. تعديل الحقيقة أو تحوير الحقيقة جدا سهل ونشره في شبكات التواصل الاجتماعي، ومن الصعب جدا أن المنصات تكتشف أن هذه المعلومة مو صحيحة. لكن المشكلة الأساسية هي تبني الناس لهذه المعلومة ونشرها على نطاق أوسع، وخاصة في تطبيق الواتساب. طبعا تطبيق الواتساب أقدر أقول لك إنه عدد كبير من الأخبار، ولكن عبد الله يمكن فنانين ومشاهير بيتضرروا بشكل كبير بسبب هذه الأخبار المزيفة، وإنه بيشتغلوا على فيديوهات ويعملوا على نشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. إذا أنا شخص عادي أو مشهور حاولت أتواصل مع هذه المواقع أو التواصل الاجتماعي، كيف يمكن الرد والتعامل مع هذه الأمور بسرعة؟ للأسف أنه أنت ما تقدر أنت تسوي شيء. أعطيك مثال، أحد التجار خسر تجارتها بشكل كامل بسبب منافسة غير شريفة مع شركة أخرى نشرت معلومات غير حقيقة عن شركته، وبهذا السبب أغلق المتجر حقه أو الشركة حقته بشكل كامل، وخلاص الآن صار ما يقدر يخدم المستخدمين بسبب صعوبة إظهار الحقيقة ونشرها بشكل صحيح، لأنه تكالبوا عليه من عدة جهات ونشروا هذه المعلومات الغير صحيحة. الموضوع جدا صعب أنك أنت تكافحه، لكن العاتق الأكبر أو المسؤولية الكبرى تقع على المستخدمين نفسهم، اللي قبل لا تنشر أي خبر في مصادر معتمدة موجودة في البلد، ترى أبدا مو مصلحتهم يخفون عنك الحقيقة، وأنت ما راح تكتشف الحقيقة من نفسك. هذه من ناحية الثقافة المجتمعية، وفي جزء أصلا بداخلنا يحب أنه يسمع هذا السبايسز أو الإشاعات. لكن عبد الله بشكل سريع، تعاون مواقع التواصل بتقييمك من الأكثر تعاونا من بينهم؟ وهل السبام والبلوك لما نبلغ هذه كافية ممكن فعلا تسوي ردات فعل، ولا هي مزاجية بالنسبة للشركات؟ قد تساهم بشكل جدا كبير في دحض الإشاعة، لكنه بنفس الوقت هي ما راح تنهي الإشاعة بشكل كامل، لأنه الإشاعة تبدأ من مكان وبعدها ما راح أنت تقدر تسيطر عليها ولا راح تقدر تعرفها، لأن المستخدم أساسا راح يكون هو الوسيلة الكبرى في نشر هذه الإشاعة حتى لو من تحدث مقاطع الفيديو أو الصور وغيرها. فثقافة المجتمع عندنا لازم تتغير ويعتمدون على المصادر الرسمية في نشر الأخبار بشكل صحيح، لأن في دول كثيرة تأثرت بشكل سلبي بسبب نشر الإشاعات في شبكات التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لك عبد الله سبع، مختص في أخبار التقنية، كنت معنا من الرياض. أهلا بكم. تبدأ مصاعد التزلج في النمسا اليوم عملها، وفي الوقت الذي تكافح فيه البلاد للسيطرة على عدوى كورونا يتوقع القطاع موسما هادئا، فيما تعتمد جمعية السياحة أن الأعمال ستكون قادرة على العودة إلى طبيعتها العام المقبل. توقف السياحة الوطنية والدولية تقريبا خلال جائحة كورونا، تتطلع بوليفيا إلى مواطنيها للحفاظ على استمرار هذا القطاع، فقد أطلقت الحكومة خطة لإعادة تنشيط القطاع من خلال تقديم حوافز للموظفين الحكوميين للقيام بالسياحة الداخلية.
كتشجيعهم عبر زيادة أيام إجازاتهم إذا استخدموها للسياحة الداخلية. فيما ينتظر الأطفال في جميع أنحاء العالم يوم عيد الميلاد بفارغ الصبر، تقدم خدمة الاشتراك في الألعاب في هونغ كونغ أكياس هدايا شهرية من الألعاب المستعملة لمكافحة النفايات البلاستيكية في المدينة المكتظة بالسكان، حيث تستخدم الألعاب المتبرع بها لإنشاء مجموعات ألعاب جديدة للعائلات كل شهر. يتواجد سانتا كلوز في بلدة سيلفترون الصغيرة بولاية أوريغون داخل فقاعة بلاستيكية تشبه الخيمة الشفافة يطلق عليها اسم سانتا بود. تسمح له الفقاعة بالتفاعل مع الأطفال دون الحاجة إلى ارتداء قناع، ما يساعد على استعادة بعض سحر عيد الميلاد الذي ربما يكون قد فقد أثناء الوباء مع استمرار العزلة الاجتماعية. تهدف أعمال صوتية وضوئية تم نشرها في وسط مدينة مونتريال الكندية في مبادرة تحمل اسم العلاج بالضوء إلى توفير تجربة لرفع معنويات سكان أهل المدينة بعد أشهر من الجائحة وتدابيرها، وتستمر الفعالية طوال فصل الشتاء لإعادة الحياة إلى شوارع المدينة. الحالة الأولى والوحيدة لعملية إنعاش قلب ناجحة لفيل في تاريخ تايلاند. بعد أن صدمت دراجة نارية فيلة صغيرة أثناء عبورها الطريق، الطريق كان خافتاً للأضواء في منطقة ريفية، ودامت عملية الإنعاش 15 دقيقة، ثم نقلت الفيلة إلى شاحنة للاستحمام قبل العودة إلى البرية والانضمام لوالدتها. حصلت صورة لبطريقين يتعانقان ويحدقان في السماء معاً على جائزة Community Choice لعام 2020، وحققت صورة انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم أن البطريقين لا يعترفان بقوانين التباعد الاجتماعي، أو ربما يكونان قد حصلا على تطعيم كورونا مبكراً. فاصل ونعود لمتابعة باقي فقرات صباح العربية. وصلنا إلى آخر فقرة في صباح العربية لليوم. في مسيرة ممتدة منذ انتشار اسم والده الراحل فاروق شحاتة بين فناني العالم العربي، يواصل صانع الأعواد موريس شحاتة تقديم تحفة فنية لأهم وأكبر عازفي وفناني العالم العربي. عود موريس الذي بات أيقونة فنية تخرج من مصر إلى عواصم العالم العربي وتصنع أغنيات أكبر فنانيها، قصة لم تسلط عليها الأضواء بشكل كبير من قبل. وحان الوقت تسليط الضوء على هذه القصة الفنية الممتدة لعقود، وينضم إلينا في الاستوديو صانع العود موريس شحاتة. أهلا بك، شكرا لقبول هذه الدعوة. أهلا بك، أنا سعيد معك. نورنا. أهلا بك فنان. أنا شخصيا العود يأخذني إلى أماكن جدا مختلفة، وعندي اعتقاد أنه العود في روح، بيأخذ من شخصية حامله، بياخد من حنية صانعه، الخشب بتفاعل مع يدك. تمام. فما هو الجديد خلال 20 سنة الأخيرة في صناعة الأعواد سواء بالشكل أو حتى بتفاصيل المضمون؟ هو حضرتك أنت ذكرت حتة جميلة جدا، العود الآلة الوحيدة اللي تتحضن وهيبقى فيه فيلينج ما بين العزف واللي هيسمعه قدام، وبيدق في قلب الإنسان، فهيبقى فعلا في علاقة جامدة جدا ما بين العود وما بين العازف العود. ففعلا هي الآلة الوحيدة، والآلة ديت يعتبر تاني جيل لآدم هو اللي صنعها، فديت آلة من قديم الزمن. فطبعا في ألفة ما بين الصانع والخشبة اللي بيصنعها، إذا ما كانش بيحب الصناعة بتاعته وبيحبش الخشبة اللي ماسكها وبيحبش شغلانته، يعني أنا لما بمسك الخشبة بمسكها بطريقة مش أي حد بيمسكها، صح. يعني في عشق ما بيني وما بينها كشكلا وكالمنظر وجمال ربنا اللي فيها،
مثلا زي فنان زي استاذ عبادي مثلا، لما بيمسك عود جديد بتلاقيه يمسكه ويحضنه ويعني اكنه بيقول اكن اتولد لي طفل جديد. ففعلا العود يختلف عن اي حاجه، في الفه ما بين الصانع حتى لما يعملوا رنه حلوه فيه بيبوسوه لانه شكر، كانه أيوة. شكر لك انك عم تتجاوب معي، الفه ما بينهم وبين بعض. طيب حضرتك يعني اكملت المسيره من بعد الوالد الراحل فاروق شحاته، خلينا نتكلم عن تفاصيل هذه الرحله. ماذا اضفت للعود من جماليات خلال العشرين عام الماضيه؟ ماذا كان من جديد لهذه الاله؟ تمام، انا اضفت حاجات كتير قوي. حاجه اضفتها للصوت، التحكم في الصوت. في دراسات كانت في اوروبا ازاي اتحكم في الصوت من قبل ما بعمله. كان زمان نعمل العود ونهتم طبعا بشكله وتفاصيله وكل حاجه، بس ما نتحكمش في الصوت. لان والدي كان متعلم عند جميل جورج، جميل جورج ليه اصوات معينه، فاحنا بنعمل العود. افرض واحد مثلا عايز عود حاد مش هنعرف نعمله، فاحنا بنعمل كذا واحد ده يطلع حاد، اهو طلع لك ده حاد. لكن طبعا القياسات اللي جت من سنه 87 خلتني اتحكم في صوت العود من قبل ما بعمله، خلتني استخدم الاصداف والخامات الطبيعيه كتيره جدا جدا انها تحسن الصوت. تحسن مع انه هي بس من الشكل الخارجي، هي التجويفه بالخشب من جوا. ما هو تجويف الخشب بالصوت. ايوه، هو الصوت بيطلع منين؟ بيطلع لما تعزفي على وتر، الوتر بيرن. صح. لما بيرن اول صوت بيدخل جوه العود ويخرج. تاني صوت بيخرج عن طريق الاهتزاز الاوتار للبريدج اللي هي الفرصة. صح. وبعد كده الوش يهتز. يعني النغمات تختلف باختلاف انواع الخشب المصنع. ده برضو جزء تاني، يعني بعتمد على اتنين بقى، نوع الخشب ونوع القياسات. يعني لو تكلمنا عن العود اللي موجود معنا في الاستوديو، حضرتك قلت لي قبل الهواء ان هو مصنوع من ظهر سلحفة. تمام. الصوت بيكون مميز جدا لان انا مختلف. مختلف. يعني انا ده معمول على عود جوز. الجوز حطيت عليه ظهر زحلفه، طب افرض ما حطيتش عليه ظهر زحلفه هيبقى اقل صوتا من ما احط ظهر زحلفه. اداله قوه، اداله باور اعلى ونغمه اعلى. لان الجوز مثلا احنا بندرس نوع الخشب، فالخشب الجوز ليه طبيعه هو والسنديان روز وود ان ياخد ذبذبته وذبذبته اللي وراه، فاحنا بعمله وبحط عليه مثلا ظهر زحلفه او عظم جمل او صادف او كده، بحيث ان يطلع صوت مختلف. الصوت اللي هيطلع صوت الخشبه زائد صوت الحاجه اللي وراها، بس لازم تكون طبيعيه، كونش ولا بلاستيكات ولا اي حاجه من المواد. طيب موريس، انت مليء بالاحساس وخالط ناس كثيرين وطبقات مختلفه، ممكن انا اكون هاويه عاشقه للعود بس مش بهذيك الجوده اني انا اعزف عود، وجيتك وانا معايا الكاش وطلبت منك احلى عود انت عملته وصنعته، تزعل انه هذا العود لن يقدر التقدير الصحيح والعزف الرائع اللي حيشتغل عليه؟ ما تهيأليش ان انا هزعل اول حاجه، لانه هو هيبقى فنان. لا انا اللي نفرض اني مش عارفه قيمه التحفه اللي انا باخذها. معلش، هو ما حدش هيدفع فلوس يشتري حاجه الا ما يكون اصلا عنده الدافع ان هو يعمل على العود حاجه. يعني ما بتتدخل على كاركتر الفنان او قدرته في العزف انه تقترح عليه تقول له لا خذ هذا، هذا افضل لك. خالص. اصعب اسهل. لا، كل العيدان عندي سلسه. كل العيدان عندي تدي له القدره على ان هو يعزف بسرعه. طيب هذا يعني هذه الأعمال وهذه الصناعة خرجت من مصر إلى العالم العربي بأكمل. لو تحدثنا عن قصص جمعت ما بينك وما بين فناني العالم العربي وخاصة الخليج، يعني في حاجة بتفتكرها حدك طلباته بتبقى صعبة شوية مختلف في طلبه للعود؟ هو غالبا ما هم ما بيطلبوش مني الجديد، أنا اللي بعمل الجديد وأعرض عليه. يعني هم دايما يتصلوا بيا لأن هم يعني أنا اللي صانع، فهم ما عندهمش اي اقتراحات يقدروا يقولوها لي ايه الجديد او اعمل لي كذا كذا. هو كل اللي يقدر يقولوا لي انا عايز شمسيه عليها اسمي، لا عليها اسم حد تاني. لكن الانفراد التام ليا مثلا يكون لي مزاج مختلف في العود الذي ياخذه منك، لي طلبات صعبه غريبه عجيبه طبعا. يعني مثلا الفنان احمد فتحي ده مثلا العود بتاعه عود مايل للحديه شويه بشرقيه. حلو. اوكي، استاذ عبادي الجوهر مثلا العود بتاعه شرقي بحت. ممتاز. اوكي، مثلا الاستاذ عبادي مثلا هيندرج تحتيه بقى كل الفنانين معظمهم بتوع الخليج، استاذ طلال مداح، طلال سلام، عبد المجيد عبد الله، رابع صقر، كل الفنانين مع احتفاظ بالالقاب يعني كلهم بيندرجوا في العود الشرقي. بس طريقه عزف استاذ احمد فتحي تستلزم ان ياخد عود بطريقه معينه وبمواصفات معينه، يكون في حديه شويه، نسبه حديه مع الشرقيه مش حد كامل. طيب الصانع أكيد عنده هذا الفخر والاعتزاز لأعواده بما أنك تتعامل معهم أولادك. طبعاً. ف
فبتحس انه اسم الفنان بضيف لاسم موريس طبعا، ولا موريس هو اللي بضيف للفنان؟ لا بصراحة. لا لا بصراحة يعني أنا أتقل لي من الفنانين، يعني الفنانين الحمد لله يعني كلهم بيقولوا لي أنت ساعدتنا في أن اديتنا آلة نقدر نطلع اللي إحنا عايزين. وطبعا هم طبعا أن الفنانين دول يمسكوا عودي فده انتشار لي، فهي العلاقة ما بيننا يعني متبادلة. سيد مكاوي أه طبعا قصة عنه. فنان عظيم جدا جدا طبعا، وكان هو وأستاذ عمار الشريعي الاثنين، أنا أول عود عملته كان عندي 18 سنة، خدوا أستاذ عمار الشريعي وعمل بيه موسيقى اسمها رأفة الهجان، ودي يعني كسرت الدنيا. كسرت الدنيا ده لغاية دلوقتي احنا عايشين نسمع. يعني أنا والدي يبقى فاروش حياتي أنا أول عود ياخده عمار الشريعي، إن يبقى في حياتي أستاذ عبادي الجوهر، إن كان في دي مراحل كبيرة. مراحل آه تخليني ديتني بوش أب إن أنا أوصل يعني إعلاميا وفنيا، والناس كلها يعني عرفتني عن طريقهم. يعني سيد مكاوي كان ليه مواصفات خاصة؟ سيد مكاوي عايز عود يكون صغير شوية، يكون شرقي قوي، وطبعا هو اهم حاجه في للعازف ان المقاسات بتاعته تبقى مظبوطه لاي فنان بقى، فالدوسات تبقى مظبوطه، ما يكونش العفق عالي يعني الدوسه بتاعته تبقى واطيه، يكون المسافات مظبوطه. كنا محتاجين زميلنا ماجد يكون معانا في الاستوديو علشان هو ادرى بالتفاصيل دي. بما انه هو بيعزف احيانا لذكرى الوالد لازم نذكره لو بسطور بسيطه، ايش النصايح اللي قال لك حافظ عليها وخاصه مع الفنانين وفي مهنه وحرفيه صناعه الاعواد ومستحيل تنسى هذه النصايح؟ والدي يعني خلاني احب العود اكتر من احب ابيع العود. يعني هو انا هو كان كده يعني بيحب العود ويصنعه، مش مشكله مين ياخده، مش مشكله هيجيب كام، مش مشكله. فدي اتنقلت لي منه طبعا ان انا احب المهنه بتاعتي اكتر من ان انا هكسب منها كام. المكسب هيجي هيجي، بس لازم اصنع حاجه تليق بيا وتليق بان انا ياخدها فنان وتليق بكده. فهو طبعا كانت نصيحته ليا ان اهم حاجه ان احنا نصنع العود بطريقه حلوه، مش الله يرحمه وشرفتنا ونورتنا بصراحه. ربنا يخلي الفرصه سعيدة يعني فعلا مروة من اجمل وامتع المقابلات في الاستوديو. كان معنا صانع العود موريس شحاته، شكرا لك. شكرا لك. وصلنا إلى ختام حلقات اليوم ونهاية أسبوع سعيدة للجميع، نراكم الأحد المقبل بإذن الله، إلى اللقاء.